السلام عليكم. لقاءات سياسية ليبية برعاية مصرية في القاهرة تأتي مع استمرار وتصاعد الخلاف بين الحكومة والمركزي، وما وصل إليه قرار إلغاء الضريبة على النقد من عدمه ومشروع إقرار الميزانية الموحدة المزمع إقراره في جلسة الغد من قبل عقيل صالح وتداعياته، والجدل الكبير حوله. كل هذا وأكثر سنناقشه خلال هذه التغطية رفقة ضيفاي الكريمان. ضيفي هنا في الاستوديو السيد الحبيب لمين وزير الثقافة الأسبق، ومعي من مصراتة عبر استديوهاتنا المحلل السياسي السيد عبد الله الكبير. أهلا بكم يا ضيفاي الكريمان. أستاذ حبيب أهلا وسهلا بك. بداية، قانونا ودستورا أو دستوريا، ما هي المخالفات التي سيقع فيها عقيل صالح إن تم إقرار ميزانية دون مشاورة الأعلى للدولة ودون مقترح من الحكومة؟ أولا بداية أهلا بك قيمة السمو صديقنا عبد الله وبالسادة المشاهدين. هو طبعا لدرجة العقيلة ومجلس النواب على اتخاذ إجراءات أحادية ويضع الطرف الثاني ما يسمونه هم حكومة طرابلس طبعا في حالة من الارباك. بالنسبة للاتفاق السياسي واضح، إقرار الميزانية يستدعي تقديم مقترح من حكومة يعترف بها مجلس النواب والدولة، والآن لدينا إشكالية أن مجلس الدولة لا يتعامل مع حكومة حماد ويتعامل مع حكومة دبيبة، ولدينا مجلس نواب لا يعترف بحكومة دبيبة ويقول أنها غير شرعية، ولديه حكومة موازية لم يعترف بها دولياً. وتعرف أنت مسألة صرف الأموال وما ترتب عليه من تعاطي وتعامل مع دول ومع مؤسسات مالية دولية باعتبار المصرف المركزي الليبي مصرف واحد. ولدينا أيضا مشكل أن هذا الإقرار بحسب الإعلان الدستوري وبحسب قوانين ولوائح الداخلية لمجلس النواب تستدعي توفر عدد ونصاب معين كامل لاعتماد هذه الميزانية. الأمر الثالث أن حتى هذه الميزانية نسمع عناوين جديدة لتعريفها مثل عنوان ميزانية موحدة، وكأنه يريدون القول سنعتمد ميزانية لحكومتين تتقاسم الميزانيات، وهذا غير واضح. والحديث اليوم كما تابعنا في مجلس النواب هو شكل من أشكال الضغط دائم على مركز الدولة في للحكومة المعترف بها دوليا وأمميا لأجل تمرير مسألة حكومة جديدة يستدعون لتحضيرها، كما قال عقيلة أنها لازم أن تنتهي خلال هذا العام أو قبيل ديسمبر، ولديهم لقاء في مصر برعاية مصرية، ولدينا خرق آخر تم لمسألة التعاطي المصري مع الحالة الليبية المزدوجة حكوميا بزيارة لدبيبة مؤخرا، ومسح ما كان يردده سامح شكري عن حكومة غير معترف بها وغير ذلك من التلاعب بالمواقف واستخدامها للضغط. هذا الأمر دستوريا وقانونيا هو باطل وصعب. ولدينا أيضا مراسلة التكالة التي قدمها لمجلس النواب والتي يقول فيها في حال عدم عرض هذه الميزانية علينا سوف لن نقرها ولن نعتمدها ولن نقبل بها. بالتالي هم لا يؤدون إلى حل لإشكالية الميزانية العامة للدولة التي تعطلت الآن، ونحن في الشهر السادس ولدينا مطالبات دولية تأتي عادة من سفراء ومنها المبعوثة المكلفة ستيفاني خوري والمبعوث الأمريكي نورلاند حول ضرورة اعتماد والتسريع باعتماد ميزانية موحدة. لاحظ الأمريكان والبعثة يتحدثون عن ميزانية موحدة، وهؤلاء يتحدثون عن ميزانية لحماد، ويبدو أن حفتر في ضائقة مالية وضنائه ويحتاجون لتمرير ميزانية لأجل القول إما حكومة جديدة نتفق عليها أو سنعتمد حكومتنا. وهنا لدي رأي في حل هذه الفزورة لاحقا. طيب، هنا دعني أتحول للأستاذ عبد الله الكبير. في ذات السياق أو في ذات الفكرة أستاذ عبد الله التي طرحتها على الأستاذ حبيب لمين، لتوي المنفي والمجلس الأعلى للدولة اعترضوا على قانون الميزانية، هل تعتقد أن ذلك سيجعل من عقيل صالح يؤجل اعتمادها إلى حين التوافق؟ وإذا ما استندنا إلى سابقات هذه الخطوات لا ينتظر التوافق عقيل صالح؟
نعم، تحية طيبة لك أستاذ معتصم والأستاذ حبيب وللسادة المشاهدين والمتابعين. لا، هي الإجابة بوضوح، لن يلتزم عقيلة صالح بنصوص الاتفاق السياسي ولا بالإعلان الدستوري ولا باللوائح الداخلية التي تحكم عمل مجلس النواب، سيمضي في هذه الخطوة. الميزانية تمت مناقشتها اليوم في مجلس النواب في جلسة مغلقة، طبعا لا أحد يعرف النصاب القانوني، من حضر الجلسة. هناك عدد من النواب قبل أيام أصدروا بيان أعلنوا فيه مقاطعتهم لهذه الجلسة. تعودنا من عقيلة صالح أن يضرب عرض الحائط بالمجلس الأعلى للدولة، يعتبره مجلس استشاري إلا إذا كان بحاجة إليه وبحاجة إلى موافقته في أمر ما، لكن في المجمل هو بالنسبة لعقيلة صالح مجلس استشاري، مواقفه غير ملزمة. المجلس الرئاسي طبعا كان واضحا في البيان الذي أصدره المنفي أو التصريحات التي أعلنها المنفي أن لابد من موافقة المجلس الأعلى للدولة، لابد من وجود نصاب في مجلس النواب لإقرار الميزانية وهو 120 صوتا يوافقون على هذه الميزانية. نوقشت اليوم في الجلسة المغلقة وأبدأ حسب تصريحات أحد النواب كانت هناك بعض الملاحظات على هذه الميزانية وأرجئ التصويت إلى الغد، في اعتقادي أن الموضوع سيمضي بالنسبة لعقيلة صالح. وأعتقد أن في لقائه الأخير مع الكبير في القاهرة محافظ المصرف المركزي يبدو أنه تحصل على وعود بأن هذه الميزانية ستنفذ، ولكن بالطبع لن تمنح كلها إلى حكومة حماد. الأصل كما تفضل الأستاذ الحبيب، الميزانية مشروع الميزانية تضعه الحكومة ويحول إلى مجلس النواب إن كانت هناك ملاحظات قد تستدعي أحيانا حتى مطالبة الحكومة بالمثول أمام مجلس النواب لتوضيح بعض النقاط، لكن هذه الحكومة يزعم مجلس النواب أنه سحب منها الثقة، شكل حكومة أخرى غير معترف بها دوليا. هذه الميزانية بالتأكيد أعدتها الحكومة الموازية غير المعترف بها. في النهاية واضح أن ما يريده عقيلة صالح هو أن الميزانية جزء منها سيذهب إلى حكومة حماد بشكل شرعي، وهذا الجزء أغلبه إن لم يكن كله سيذهب إلى جهاز الإعمار الذي تم تكليف أحد أبناء حفتر برئاسته أو بإدارته وغير خاضع للرقابة والمساءلة. وبما أن الشركات التي تعمل هناك تحت اسم هذا الجهاز هي شركات مصرية، إذن جزء من الموازنة الليبية التي يريدها عقيلة صالح سيذهب إلى الشركات المصرية أو إلى النظام المصري. هذا هو باختصار الموضوع. نعم، طيب أستاذ حبيب، ماذا لو كرر عقيلة فعلته بأن يعتمد هذه الميزانية دون مشاورة الأعلى للدولة؟ هل تعتقد في عندما تتم هذه الخطوة سيرفضها الرئاسي والأعلى للدولة؟ والله للأسف أن في العادة من المجلس الرئاسي والحكومة وحكومة طرابلس عادة، يعني سواء السراج أو الدبيبة، عادة يضعون نفسهم في مواقف ضعيفة لأنهم يستعملون قصة ردة الفعل دون الفعل. وعقيلة وحفتر عادة ما يقومون بالفعل ويورطون الآخر في البحث عن ردود أو ردة فعل. وللأسف أن من الواضح منذ فترة ما سمي بسحب الثقة من حكومة دبيبة ثم ما تم من تحالف سري أصبح معلن الآن مع الصديق الكبير صاحب بيت مال الليبيين الذي يتسلط عليه الآن منذ حوالي أكثر من منذ أيام المجلس الانتقالي، يجلس هذا الرجل على هذا المصرف يديره بهوائية ومزاجية سياسية كما شاء، عندما يرضى على هذه الحكومة يعطيها، وعندما يختلف معها ويتهدد كرسيه بالإزاحة يقوم بإعادة التحالف من جديد، وهو الآن متحالف مع عقيلة في سبيل أن يبقى في مكانه. وإن قبلنا حتى بمسألة أن الصديق الكبير وعادة المحافظين البنوك المركزية أو حكام البنوك المركزية في العالم عادة لديهم مدة طويلة، هذا موجود كتقليد ليس غريبا، الغريب أن هذا الشخص الآن أصبح له ثقل ومركز ضغط سياسي وأصبح يلعب اللعبة السياسية، بل أصبح الآن يتجرأ حتى على السلطة القضائية
ولديه حكم صادر عن المحكمة بإلغاء الضريبة التي تم فرضها، ولم يعرها أي اهتمام، ولم يتحرك الجهاز العدلي والقضائي والنائب العام والشرطة القضائية لصون سيادة القانون وسيادة السلطة القضائية التي حكمت بهذا الأمر. وهذا باعتبار يعني كأنه يحاول الانقلاب على هذه السلطة كما فعل حفتر بالبندقية. هذا استقواء على الدولة وخروج عن الدولة، هذا خروج عن الدولة عندما يرفض حكم قضائي. هذا الصديق الآن متحالف مع عقيلة، وكما ذكر أخي عبد الله أنه يبدو أنه نسق مع الكبير. وبالمناسبة الصديق الكبير، وأنا مسؤول عن كلامي، لا يتجرأ على الحكومات ولا يتجرأ على مجلسي النواب والدولة إلا بتعليمات الأمريكان. هذه حقيقتك يا صديق الكبير، فلولا الأمريكان والله لا تستطيع أنت أو غيرك العمل بمثل هذه الثقة وهذا الغلو وهذا التوحش وهذا التغول على الدولة وتغيير المواقف. وهو يستند على هذه الزيارات والصور التي يلتقطها مع السفراء الغربيين ومع المبعوث والسفير أو القائم بالأعمال الأمريكي لفرض هذه الأجندة الأمريكية لإدارة أموال الليبيين كما يرونها كجزء من عملية أو بروسس الحل السياسي أو إدارة الأزمة السياسية في ليبيا. عندما فرض في فترة سابقة أيام السراج ما سمي بالترتيبات المالية وقبلت على مضض، وعندما وقع السراج أيضا اتفاق آخر حول الأموال الليبية وإدارتها والشفافية وإدارتها وسلم واعتبر حتى وثيقة في الأمم المتحدة وتم بضغط أمريكي، كل هذه الأمور يعني تحرك في يفترض أن تحرك في الليبيين، خاصة بعد هذه المسألة إن تمت وهي قرار ميزانية. علينا أن ننظر إلى عدة أمور، ماذا بقي عن ما يسمى برغبة هذا الحفتر وأبنائه وسلطته الموجودة هناك، وهو يملك الآن مجلس نواب يقر له الميزانية ويديره، ويملك جيش هو وأولاده، والآن سيملك المال بعد السلاح والسلطة، سيملك المال ويخصص له مال حتى يبقى قويا متنفذا في شرق ليبيا. سأذكرك بالحلقة قبل الماضية التي كنا على هذه الطاولة، نعم، وأنا قلت هذا الكلام وكنت أعي ما أقول، وهو الآن يتحقق. عندما قلت لك على المنطقة الغربية، طالما أن المنطقة الشرقية الآن أصبحت بعودة هذا الدكتاتور الجنرال المتنفذ وأولاده وجيشه ومجلس نوابه، وليس مجلس لا طبرق ولا مجلس نواب ليبي، هو مجلس نواب حفتر. وللأسف أن بعض نواب المنطقة الغربية حتى من المدن التائرة والفائرة والخائرة يتحركون باتجاه الرجمة لالتقاط فتات سلطة أو فتات مال. على المنطقة الغربية أن تتخذ قرارها بوضوح أيضا، طالما هذه المنطقة الشرقية أصبحت عودة الدكتاتور وأصبحت تعاني أو تحت وطأة هذا القامع المتجبر الطاغوت الذي يجتم عليهم، عليهم أن يتخذوا القرار بعدم التعويل على هذه الحكومة الموجودة هناك وهذا مجلس النواب الموجود هناك. وأنا سأحيد بيبة وسأقولها بصراحة، إن اتخذ إجراءات انفرادية بشأن حكومته وعملها في المنطقة الغربية بمعزل عن المنطقة الشرقية. ومن سيقول هذه دعوة لانفصال سأقول له تحدث على الانفصال الذي يتم هناك. إما أن نقبل بجنرال يريد أن يفرض علينا نظام عسكرتاري، ونفرض علينا مجلس نواب تحول مجلس نواب لليبيين إلى مجلس نواب لحفتر يديره صدام وبالقاسم، والآن إعمار يديره حفتر، لا، هذا كثير على المنطقة الغربية وعلى الأحرار. أنا سأدعم دبيبة مباشرة إن اتخذ قرارات بعدم التعامل مع مجلس النواب واعتباره شيئا لم يكن، وليباشر بإجراءات عمل وخدمات في المنطقة الغربية فقط. نعم، طيب، هذا مباشرة يأخذنا لسؤال الأستاذ عبد الله، يعني ما موقف حكومة الوحدة الوطنية حينئذ أستاذ عبد الله، وخاصة بعد خطوة الميزانية؟ طبعا حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع أن تفعل شيء إزاء هذا العبث الذي يمارسه عقيلة صالح
وبعض الأطراف السياسية الأخرى وبدعم دولي. المؤسف أن حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها جاءت عن طريق اتفاق سياسي وليست حكومة من برلمان منتخب أو من مجلس نواب منتخب، فيدها مغلولة. خلال المدة الماضية الحكومة أشارت إلى مسألة عدم تنفيذ محافظ مصرف ليبيا المركزي لحكم المحكمة، الحكم القضاء الإداري بوقف العمل بالضريبة أو الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي، لم يمتثل لها الصديق الكبير، لم يمتثل لحكم المحكمة، ليست سابقة طبعا، كل المؤسسات تقريبا تتجاوز في أحكام القضاء بدون استثناء. حكومة الوحدة الوطنية بالتأكيد سترفض باعتبارها هي الحكومة الشرعية حسب الاتفاق السياسي، لكن إزاء الضغوطات الدولية، إزاء الموقف الدولي خاصة الموقف الأمريكي وموقف بعثة الأمم المتحدة، لن تستطيع حكومة الوحدة الوطنية أن تفعل شيء. في النهاية في تقديري أن هذا الإجراء أو موضوع إقرار الميزانية سينتهي إلى أن جزء من الميزانية، الجزء الأكبر من الميزانية سيبقى لحكومة الوحدة الوطنية في بندين فقط، وهما بند المرتبات والدعم. بقية البنود الأخرى ستقسم بين الحكومتين. كما أشرت حكومة الوحدة الوطنية حدود صلاحياتها محدودة، لكن من ينبغي عليه أن يتخذ موقف هو المجلس الأعلى للدولة، وقد استبق رئيس المجلس الأعلى للدولة الجلسة وأصدر بيان أوضح فيه أن أي موضوع يتعلق بالميزانية ما لم يتم استشارة المجلس الأعلى للدولة فيه لن يتم إقراره ولن يتم اعتماده. هنا ملاحظة لابد أن أقولها لكل المسؤولين، إذا مارست أي ميليشيا أو أي مجموعة مسلحة أو أي قوة على الأرض، إذا مارست أي بلطجة، إذا اختطفت أي مسؤول، إذا أقفلت أو عطلت عمل أي مؤسسة، لا تلومن إلا أنفسكم، لأنكم بعضكم عطل الإعلان الدستوري، تجاوز الإعلان الدستوري، تجاوز أحكام القضاء، وبالتالي أنتم السبب في كل من لا يعول على إعلان دستوري أو احترام دستور أو قوانين أو احترام أحكام قضاء، ويلجأ إلى إيقاف هذا العبث بالقوة أو بأي وسيلة يراها مناسبة. أنتم تتحملون مسؤولية استمرار الفوضى ووقوع أي مواجهات أو أي صدامات أو أي تطورات قد تكون خطيرة وقد تكون تداعياتها خطيرة على الدولة بشكل عام، لأنكم لم تحترموا الإعلان الدستوري، لم تحترموا أحكام القضاء، لم تحترموا القوانين واللوائح، والأنكى من ذلك تجاوبتم واستجبتم وقبلتم بمن يتجاوز هذه الأحكام وهذه القوانين. يعني في هذا الموقف يفترض أن كل من هو مقتنع بأن في هذا الشأن أو في غيره من الشؤون تم تجاوز الإعلان الدستوري عليه أن لا ينفذ حتى بدون حكم قضائي. كل من يرى أن هناك حكم قضائي في موضوع معين عليه أن يحترم هذا الحكم القضائي ولا يساير الجهة التي ترفض تنفيذ أحكام القضاء، وبالتالي تتحملون مسؤولية مسايرة عقيلة صالح في تجاوزه للإعلان الدستوري وفي تجاوزه للاتفاق السياسي واستمرار هذا العبث، بل وأنتم تسايرون الأطراف الدولية التي يبدو أنها في إطار مساعيها لتجميد الأوضاع في ليبيا تقبل بأن تبقى الأوضاع هادئة. وإذا كانت المشكلة أو صلب المشكلة يتمحور حول المال وأن هناك من يريد حصته من هذا المال، فلا ترى بأسا من أن تتم محاصصة الميزانية والواردات بين الحكومتين شرق وغرب. والخطورة هنا أن هذا سيكرس الانقسام، يعني هي خطوة في طريق الانقسام على اعتبار أن الأطراف الدولية لم تتفق على المستقبل الذي ستكون عليه ليبيا، والشعب الليبي للأسف لا يتحرك لإنقاذ بلده من هذا المصير المجهول بسبب هذه الأطراف التي تعبت بالدستور، تعبت بالإعلان الدستوري، تعبت بالقوانين،
ترفض تنفيذ أحكام القضاء. نعم. طيب أستاذ الحبيب، يعني الآن إذا ما تطرقنا إلى زيارة عبد الحميد بيبة إلى مصر قبيل لقاء عقيلة والكبير، برأيك يعني كانت هذه الزيارة لها علاقة بإقرار الميزانية؟ وبالتالي هل يمكننا أن نقول أن عملية مشروع الميزانية تم بإشراف مصري؟ بالنسبة للطرف عقيلة وحفتر بالتأكيد هناك رعاية وتنسيق مع المصريين، هذا مما لا شك فيه، يعني لأن جزء من الأموال فعلا هو سيذهب إلى جلب الشركات المصرية وجلب إبراهيم العرجاني سمسار رفح الذي اعترف في حديث في صحيفة أمريكية منذ أسبوعين تقريبا بأنه فعلا يأخذ أموال من الفلسطينيين الذين يعبرون البوابة، وكان يأخذ في 2500 وأنه ضاعف هذا المبلغ في الفترة الأخيرة. نعم. تضامنا معهم في غزة ضاعف المبلغ 5000، وهو يدير مع إبراهيم السيسي ابن السيسي أيضا مجموعة هذه الأموال، ويدير شركات ولديه مجموعة شركات تسمى مش عارف بشنية العرجاني جروب أو حاجة زي هكذا، وهي الآن تحصلت على عقود من دبيبة هنا وعقود من حفتر، وطائرة الذهب التي تم القبض الكشف عنها وتحريزها في كما تذكرون في تنزانيا منذ أشهر هي ذات الطائرة التي حملت عباس كامل ورجال الأعمال المصريين الذي وقعوا تعاقدات هنا في طرابلس، وهذه الطائرة أيضا سجلت لها خطوط رحلات منتظمة ما بين الرجمة ومعتيقة. هذه حقيقة الدور المصري المتغلغل مخابراتيا، فليس حفتر وحده من يتعامل في هذه. كان بإمكان أن نتصور بمن يحبون لغة السياسة، طبعا هناك أناس يحبون دائما أن يتحدثوا عن وضع الليبي الآن بشكل سياسي وهو غير صحيح، لأن الوضع الليبي غير سياسي، هو كيمياء صدام وصراع بين مشاريع على إحداها أن ينتصر، ولا 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 ولا, ولا, ولا مجال للعب السياسي الجاد والحقيقي والصائب، لأن هذا يحتاج إلى دستور ودولة ديمقراطية وبيئة ناظمة لهذا الأمر. ولكن أستاذ حبيب يمكن أن نقول بأن الصراع تحول من سياسي إلى صراع مالي الآن. طبعا، لأن المال عصب الصراع باعتباره يأتي من السلطة، وأتي تمويل مشاريع السلطة، خاصة لديك جنرال يعني شره جدا للأموال ولديه أولاد كبروا، العيال كبرت عنده وأصبحوا الآن يريدون أن يعملوا وأن يستثمروا وأن يربحوا، ووزعهم على منافذ ومفاصل المال وقنواته، ومن بينهم هذا التكليف الأخير ليحدهم بأن يكون على هيئة الإعمار متجردا محصنا من الرقابة الإدارية ومن ديوان المحاسبة ويستعن بمن يشاء. زيارة مصر كان يمكن أن تقبل بأنها زيارة سياسية، ولكن نحن من رأيه أصداء لها عدا تصريح دبيبة حول أن سندعم مصر بالكهرباء، وأنا أتمنى أن الشعب المصري ينتبه إلى هذا الظلام الدامس الذي وضعهم فيه الجنرال، وأن ينتبه أيضا المغلوبين على أمرهم لدينا تحت ظل هذا الجنرال المظلم أيضا في برقة. غير ذلك لم يصدر أي شيء ذي بال أو ذي أهمية. كنت أتمنى أن تكون لعبة سياسية إذا كان المصريين لديهم حاجة لدعم مالي أو دعم بالغاز لنقص الغاز لمحطات الكهرباء أو لوفر كهربائي لدينا، وهذا غير متحقق بحسب إحصائيات أخيرة لشركة العامة للكهرباء عن النقص وطرح الأحمال منذ مدة، أن يطلب دبيبة أن يحضر مدبولي إلى طرابلس ولا يذهب هو. كان بإمكان أن إذا كان هذا هو بناء على طلب المصريين ورغبة المصريين، وهذا معلق عليه حتى بعض المعارضين المصريين عندما قالوا أن السيسي بعد أن قال ما قال عن خط أحمر وعن حكومة غير شرعية في طرابلس وعن سجلات وجدالات سامح شكري ونجدان منقوش في الجامعة العربية وعن طلب من الأمم المتحدة بعدم الاعتراف والتعامل مع حكومة دبيبة، الآن السيسي يستجدي الليبيين لجلب الكهرباء ولدعمه في الكهرباء. مصر مخلب كبير، تسيطر وتدير المنطقة الشرقية بحفترها، وأنا أتوقع وأتمنى أن لا يقع دبيبة وحكومته تحت لعبة الابتزاز المصري التي تخيفه بالجنرال في برقة فيقدم، نحن نقدم التنازلات دائما للمصريين. هذا 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 ليس جيدا ولن يكون مجديا ولن يغير المشروع السيسياوي المتجه نحو ليبيا
وسياسات المصريين الأمنية نحو ليبيا، لن يغيرها نهائيا. نعم. طيب استاذ عبد الله، تزامنا مع ذلك ثمت لقاء مرتقب بحسب المعلومات وقريب في القاهرة سيجمع المنفي وتكالة وعقيلة صالح، هل سيكتب برأيك لهذا اللقاء النجاح إن اعتمد عقيلة صالح الميزانية تحت الإشراف المصري؟ الميزانية إن اعتمدت فلن تكون تحت الإشراف المصري، ربما يكون لمصر دور في التقريب بين الصديق الكبير المحافظ الذي يفترض أنه هو من سيصرف الميزانية وعقيلة صالح، لكن موضوع الميزانية طبعا إذا استمر المجلس الرئاسي في هذا الموقف واستمر المجلس الأعلى في هذا الموقف وأصروا على عدم تنفيذ أي إجراء مخالف للإعلان الدستوري ومخالف للاتفاق السياسي، فأنا أعتقد أن هذه الميزانية حتى وإن أقرها عقيلة صالح لن يكتب لها النجاح. يبقى الأمر رهينة في يد الصديق الكبير، والصديق الكبير طبعا إذا طلب منه الأمريكان أن ينفذ الميزانية وأن تكون هناك محاصصة فيها بين الحكومتين، على اعتبار أن موضوع المرتبات على سبيل المثال لن يذهب إلى حكومة حماد، على اعتبار أن البيانات والأصول الإدارية الخاصة ببند المرتبات كلها في وزارة المالية بطرابلس، لكن في موضوع الإعمار وفي البنود الأخرى الخاصة بالدعم ربما يكون هناك جزء يذهب إلى الحكومة. من مسؤوليته تنفيذ هذه الميزانية؟ هو الصديق الكبير الذي يستطيع أن يرفض على اعتبار أن هناك مخالفة دستورية وهناك مخالفة للاتفاق السياسي، لكن بناء على اجتماعه الأخير وطلبه من مجلس النواب إصدار ميزانية موحدة أعتقد أنه وطلب الأمريكان أعتقد أنه سينفذ. بالنسبة للجانب السياسي الخاص باستئناف اللقاء بين المنفي وتكالة وعقيلة صالح، اللقاء الذي جرى في مارس الماضي وصدر عنه بيان لم ينفذ منه شيء، تم الحديث عن توحيد السلطة التنفيذية مقابل تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية، هذا الشرط الذي طرحه تكالة ووافق عليه الدبيبة، ولكن لم ينفذ، لم تشكل اللجنة ولم تراجع القوانين الانتخابية، بل إن عقيلة صالح في لقائه الأخير مع خوري نسف مخرجات هذا اللقاء ونسف هذا البيان وقال لخوري أن مجلس النواب أنجز ما عليه التعديل الدستوري 13 والقوانين الانتخابية، يعني حتى مخرجات لجنة مزنيقة شطب عليها عقيلة صالح وفقا لتصريحه الأخير بعد لقائه مع خوري، التي التقت اليوم مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وتم نقاش الملف الليبي والدور الذي يمكن أن تلعبه المغرب في هذا الدور. هذا يعني أن لقاء القاهرة سواء جرى أم لم يجرى لن يكون إلا تحصيل حاصل، وأن بعثة الأمم المتحدة تعول على إجراء هذا اللقاء إما في المغرب أو أنها تعد لمبادرة جديدة ستكون المغرب مسرحا لها على غرار الصخيرات وبوزنيقة. نعم. طيب أستاذ حبيب، يعني لدينا هنا اعتراض من اللجنة النيابية وعدم إطلاعهم على الميزانية بمجلس نواب طبري، يقودنا هذا إلى سؤال، إذن من وضع الميزانية في حال أن اللجنة النيابية لم تطلع عليه؟ اللجنة المالية بمجلس النواب. مجلس النواب نعم. وهل هي التي طرحها حماد كمقترح؟ وضعها حفتر وابنائه بحسب وجوه الصرف المقترحة لبلقاسم والصدام والآخر مش عارف اسمه، يعني لماذا يعني كأن حفتر دار جرد لوجوه الصرف للبيت الفرجاني الحفتوري الحاكم، وبالتالي كل واحد منهم يحتاج، واحد يبي سلاح بيجيبه من روسيا، واحد بيجيب طيارات في حاويات من الصين، وواحد يبي يتولى هيئة الإعمار في درنة، يعني شيء عبيط وعجيب يتم. أنا سأحاول أن أتجاوز التوصيف الواقع، يعني الواقع كل اللي يعرفه المواطن يتابع ويعرف. طيب مدى 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 إلى أين سنمضي بهذه الطريقة يا أستاذ عبد الله؟ بلاد تنقسم أمامنا عسكرياً وأمنياً، الواحد دار اتفاقات، واحد جايب أساطيل، واحد جايب طيارات، واحد الآن يبي ميزانية بروحه هو ولاده، إلى أين سنمضي بهذا؟
حتى قصة أن نخاف من الانقسام هذه ينبغي أن تواجه، يعني تصادم هذه الفكرة، ينبغي أن تصدم هي ذاتها. ما هو إذا كان هم يريدوا أو هو يسيطر فعليا على هذا الموضوع في برقة، علينا أن نورط المجتمع الدولي في أن هذه الحالة لتأييدكم لحفتر ومن يؤيده من دول أخرى، أنتم عطلتم الدستور والاستفتاء عليه، أنتم جعلتم من هذا الرجل يقف حجر عترة في عملية مدنية الدولة والذهاب إلى قوانين لا تفصل عليه. يعني كل القوانين التي مرت الآن بعدة مسودات وبعدة مقترحات وبعد عدة لقاءات كانت المشكلة الوحيدة فيها هي تولي العسكر وترشح العسكر، وأيضا صيغت وشكلت وخيطت بحيث أن الرجل حتى لو دخل المرشح وعاد يعود إلى مكانه، يعني كأنه سيبقى ثابت لا يتغير، ثم يتغير الباقون كلهم ويبقى حفتر وأبنائه، والآن أصبح ينقسم على نفسه كالخلايا وينتج لنا حفاتر آخرين وهم أبنائه. نحن نتورط مع حالة ديكتاتور انشطاري ينقسم بسلطات أخرى يورثها لأبنائه وأحفاده والذين أصهاره. هذه الحقيقة التي نرفضها في هذا المشروع. الآن يورطنا في حالة انقسام وطني شامل وكامل ويعزل الليبيين عن ممارسة سياسة وطنية مستقلة عن هذا الاستقطاب الموجود، لأنه لا يستطيع أحد أن يتنفس هناك. الآن تقسيم المال، تقسيم المال يعني ضياع ليبيا. إذا قسم المال ماذا بقي؟ التراب قسم، المال قسم، السلاح قسم، السلطات لدينا سلطات مزدوجة وحكومات وأجهزة ومؤسسات موازية. لماذا نخشى من القول أن لدينا انقسام طالما هو لدينا ليبيا باقية؟ وتأصيل تسمية الشرق والغرب، والغرب هنا أصلت هذه التسمية. فنحن الآن وقعنا في فخ المؤامرة التي الآن تجرنا ناحية هذا التقسيم الحقيقي، وهذا المجتمع الدولي المنافق الذي يحركنا تارة ناحية القاهرة ولقاءات هناك ثم لقاءات مع المغرب. وأنا كتبت منذ أشهر شيء عن حالة التجميد المرادة للحالة الليبية. هم الآن لا يريدون انتخابات كما قد ذكر عبد الله، وأنا ذكرت هذا الكلام، تجميد الحالة الليبية منذ شهور كان مطلوبا، والآن أكثر ضرورة وإلحاحا ما بعد أحداث أوكرانيا وأحداث غزة وتورط الأمريكان وانشغالهم، ولديهم الآن انتخابات يطلبون لها الهدوء العالمي الكوني في نوفمبر القادم. وهذه السيدة لا يبدو أن لديها مبادرة لأنها تعيد إنتاج ما بدأه المبعوثين السابقين، مبادرات المغرب، لقاءات، ولا شيء جديد. إذن هنا السؤال يطرح نفسه الذي أحب أن أطرحه بقوة على هذه الحكومة في المنطقة الغربية، هذا المجلس الأعلى للدولة في المنطقة الغربية، هذا المجلس الرئاسي إن كان ثابتاً كما تمنى أخي عبد الله إن ظل ثابتاً على موقفه ولم يفاجئنا لمنفي والكوني واللافي بشيء جديد آخر، ولدينا لقاء القاهرة هذا الذي لن ينتج شيء كالعادة، ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ إذن علينا أن نطرح هذا السؤال، إلى أين سنستمر؟ وكيف ستستمر ليبيا هكذا؟ لا انتخابات، لا استفتاء للدستور، لا مبادرات، لا أفق لسياسة تعمل، مع وجود تغول لهذا الجنرال وأبنائه وتسلحه، مع صمت الأمريكان والمجتمع الغربي المنافق الذي يتعاطى معنا بإزدواجية يجيد تفصيلها ويجيد ممارستها، وتمر علينا وكأن الكل يحتاج إلى أمريكا والكل يحتاج إلى إيطاليا وفرنسا. نعم طيب أستاذ عبد الله، يعني وحضرتك يعني الكاتب والصحفي وبجوار وزير الثقافة الأسبق، يعني ربما الفكرة نريد أن نناقشها بعمق. الآونة الأخيرة يتم الترويج لأفكار أن هنا ليبيا مقبلة على كارثة اقتصادية من جهة أو تارة، وأن العاصمة طرابلس هي أسوأ عواصم، ثاني أسوأ عواصم العالم للعيش تارة أخرى، وإشاعات تطلق هنا وهناك. يعني ألا ترى بأن هذه الإشاعات هي مفتعلة من ضمن الحرب السياسية التي تشن على حكومة الوحدة الوطنية وإحدى محاولات السيطرة على ليبيا بطريقة مجلس نواب طبرق وحفتر؟ ماذا تقول في ذلك؟
طبعا بالنسبة لأن طرابلس ثاني أسوأ مدينة للعيش، هو الاستطلاع تقريبا ضم 173 مدينة، العالم فيه ملايين المدن، يعني من بين 173 مدينة طرابلس ثاني أو ثالث أسوأ مدينة للعيش، إلا إن كانوا يقصدون العواصم أو المدن الكبيرة. لا أعرف طبعا الحقيقة، أنا قرأت النتيجة لكن لا أعرف ما هي المعايير والمؤشرات التي تم اعتمادها لاختيار أفضل وأسوأ المدن، ولكن لنفترض أن طرابلس من أسوأ المدن أو أن المعيشة في طرابلس سيئة كما يقول هذا التقرير. لدينا المبررات، الظروف التي تعيشها ليبيا، وربما تكون هناك مدن داخل ليبيا أسوأ من طرابلس، لكن باعتبار أنها ليست من ضمن العواصم فبالتالي لم تذكر في هذا التقرير. أما بالنسبة للتقرير الأخير الذي يشير أن ليبيا مقبلة على الإفلاس، هنا لابد من التوضيح أن هذا التقرير نشر في صحيفة تسمى إنديبندنت العربية، هناك صحيفة إنجليزية تسمى الإنديبندنت، صحيفة محترمة، صحيفة هي أقرب إلى اليمين في يمين الوسط، صحيفة عريقة وموضوعية لا علاقة لها بإنديبندنت العربية التي تصدرها شركة سعودية، شركة الأبحاث والإعلام أو تقريبا، فقط مجرد ترخيص لاستخدام الاسم. هذه الصحيفة الإنديبندنت العربية الصادرة في لندن تترجم بعض التقارير وبعض المقالات من إنديبندنت الإنجليزية، لكن لها توجهاتها وأفكارها وآراؤها التي تنسجم مع السياسة السعودية بشكل عام، والسياسة السعودية بشكل عام أقرب إلى معسكر حفتر ومعسكر الشرق الليبي. محرر التقرير ليبي وليس بريطاني، لكي نقول أنه موضوعي ومحايد ليبي، وينتمي إلى معسكر الشرق الليبي، وكان يعمل في إحدى القنوات التابعة لحفتر عندما شن حفتر حربه على طرابلس. قد تكون هناك أزمة اقتصادية في ليبيا، قد يكون هناك عجز وفقا لما ذكر في التقرير حوالي 10 مليار أو أقل من 10 مليار بقليل، لكن في النهاية ليبيا دولة ريعية، يعني قادرة على تجاوز هذا العجز، على اعتبار أن لدينا احتياطي وفقا لبيانات البنك الدولي بين 82 إلى 83 مليار دولار، بعض الدول لا تملك حتى ربع هذا المبلغ. النفط يتدفق، هناك استقرار سواء في إنتاج النفط أو في السوق العالمي من حيث الأسعار، وبالتالي حتى وإن كانت هناك أزمة اقتصادية وعجز في الموازنة أعتقد أنه يمكن تجاوزها فقط لننهي الأزمة السياسية أولا. وإذا طرحنا سؤال، من المسؤول عن هذا التراجع الاقتصادي للدولة الليبية؟ من المسؤول عن هذه الأزمة؟ عندنا حفتر وحكومته صارفين 70 مليار دينار ليبي، حفتر حكومة الأولى، نقصد حكومة التني، حكومة التني صارفين 70 مليار تم تحميلها على الدين العام، الدين العام اللي ندفعه فيه، هذه مصاريف حفتر على المرتزقة وعلى تسليح عصاباته وعلى كل ما ارتكبه من جرائم في ليبيا. حرب طرابلس، حرب حفتر على طرابلس كلفت 16 مليار دولار، 16 مليار دولار دفعتها ليبيا، سواء دفعوها اللي دفعها لطرابلس أو دفعها المجرم للمرتزقة وللأسلحة وللدول التي ساندته. من المسؤول عنها؟ من المسؤول عن هذه الأزمة الليبية؟ مهما كان موقفنا من حكومة دبيبة، هناك كثير من الملاحظات، فساد، حدث ولا حرج، تعيينات، ترضية للميليشيات، قل ما تشاء، ولكن الموضوعية والإنصاف يلزمنا بأن نقول أن المتسبب في هذه الكارثة الاقتصادية لليبيا، إن كانت هناك كارثة فعلا، فهو حفتر ومصروفاته والحكومات الموازية التي يشكلها، وهذا الدين العام الذي يحملون المواطن الليبي مسؤوليته. الحكومة قل فيها ما تشاء، مع الملاحظات اللي يقولوا فيها الناس والكلام اللي يقولوا فيه الناس، نعم، لكن ما تحملهاش مسؤولية إن المصروفات اللي تسببت فيها حروب حفتر والميزانية الموازية التي تقتطع لحفتر. الحبري نفسه عندما انقسم المصرف المركزي، هو تقريبا ما زال منقسم، لم يتحد بشكل كامل، قال يعني الميزانية 25% والله مش عارف كم ذكر رقم، قال راه كله يمشي ما يسميه بالجيش الوطني، هذه العصابات المجرمة التي جلبت المرتزقة وقتلت الليبيين. إذن
التقرير حتى وإن كانت الأرقام فيه صحيحة وواردة في تقارير أخرى، وعندنا عجز بقيمة 10 مليار قد يصل في نهاية السنة إلى 20 مليار قد يصل، ولكن ليس إلى حد أن الدولة الليبية مقبلة على الإفلاس كما يقول هذا التقرير في جريدة غير موضوعية ولا علاقة لها بإنديبندنت الإنجليزية. نعم. طيب أستاذ الحبيب، الشعار المرفوع إذن هنا ميزانية موحدة، والهدف إقصاء طرف على حساب طرف آخر، والطريقة أننا سنحتاج بعدها إلى ميزانية لستين وزارة، 30 منها الحكومة الوحدة الوطنية و30 منها الحكومة حماد، يعني وهناك من يقول 30 منها لحكومة حفتر وعقيلة، كيف ترى ذلك؟ يعني أول حاجة نتفق مع أخي عبد الله حول إنديبندنت. إنديبندنت هذه يملكها ويديرها هو المكتب الشركة السعودية، وأيضا مكتبهم في الإمارات، وأعتقد رئيس تحريرها كان يعمل في سكاي نيوز أبو ظبي، ولديهم دائما مقالات مضادة لليبيا وللربيع العربي يعني. أما مؤشرات الاقتصاد الليبي فهي سيئة بالتأكيد، وكما سبب أخي عبد الله، وعندنا أسبابنا يعني، مش وأيضا ضمانات الانتعاش الاقتصادي في ليبيا أو استعادة التوازن الاقتصادي متوفرة، باعتبار أن دولة تملك نفط واحتياطات نفط وغاز وغير ذلك، نحتاج استقرار سياسي. لكن لدينا جنرال أيضا وأبنائه، وهذا ولدينا مجتمع دولي منافق. أنا أريد أن أذكر بتصريحات وكررها كثيرا، أول من استخدم تعبير ميزانية موحدة هو نورلاند، هذا المبعوث الأحمق الأمريكي. ولاحظوا دائما كان يستدعي بالذات هو تعبير لابد من وضع آلية لضبط الإنفاق وتقاسم الثروة والكلام هذا، واستخدمته أيضا الخارجية والخطاب الدبلوماسي الفرنسي كذلك. بالنظر إلى هذين الخطين الغربيين اللذين يتدخلان مع الأزمة الليبية ويتدخلان، تكتشف أن الأمور تقاد الآن إلى ما يسمى تقسيم الميزانية. وهنا لو كان أمامي نورلاند قلت له الآن تو هذا يا سيد نورلاند هو التقسيم العادل للثروة، أنك تعطي المافيات السلطوية تتقاسم أموال الشعب الليبي، هل هو توزيع عادل للثروة؟ التوزيع العادل للثروة يبنى أولاً على أساس دستوري، وينص في الدستور على مثلاً توزيع للمناطق النائية والتنمية المستدامة والتنمية المكانية ومثلاً حوض النفط وهلال النفط، وهذه الأموال التي تجلب من النفط الذي يخرج من هناك ينبغي أن تستفيد من هذه المناطق. هذا كلام ينبغي أن تضع له إطر دستورية حتى يصبح ملزم للحكومات والسلطات المنتخبة. ولكن أن تكون ليبيا مسروقة من قطاع الطرق والسراق القدامى والجدد، وأن يصار بدعم أمريكي، وهذا النورلاند تحديداً والخارجية الفرنسية ومبعوثها كرروا ذلك كثيراً حتى في مجلس الأمن خلال المداولات الحديث عن توزيع الثروة بين الليبيين، أن توزع بين من؟ بين جنرال حفتر يملك مجلس نواب وحكومة موازية، وبين حكومة أنتم أتيتم بها عبر اتفاق تونس جنيف، وهي إن قبلت بكلام مجلس النواب فهي غير شرعية. فكيف تقسمون أموال بين حكومة يقول مجلس النواب أنها غير شرعية، وبين حكومة موازية وهي غير شرعية باعتباركم لا تعترفون بها؟ وتريد الواضح أن هناك ضغط يمارسه المصريين والإماراتيين باعتبار أكبر الداعمين، وهذا يتناقض في الحقيقة مع الموقف الأمريكي المضاد للتواجد الروسي. فمن جهة يرفضون الوجود الروسي لأنه لا يتحدثون عن من جلب الروس حفتر، لا يتكلم نورلاند هذا عن حفتر الذي جلب الروس، وليوجه ليدانا بل يزوره ويتزوره معه الأفريكم، وورط الولايات المتحدة التي تستدعي منذ أسبوع الحداد والنظوري. هذا التناقض العجيب، يبدو أن هناك ضغط لأجل إقرار ميزانية ليصل حفتر إلى وفر مالي يدير به كما ذكر عبد الله حالة الإنفاق على جيشه العائلي وعلى أنصاره وعلى البروباغاندا الإعلامية التي يمتلكها وهذه المؤسسات التي يديرها وهؤلاء الشخوص الذين يتحركون في الشاشات وهم يهتفون باسمه وسيد المشير وجيشنا البطني الحر ومش عارف شنو. هذا منين بيجيب له فلوس؟ وفشلوا
لمدة طويلة من السراج إلى دبيبة في الحصول على صرة كبيرة من أموالهم التي يريدون أن التي عبر عنها أحد النواب في فترة حرب البركان لا يذكر أخي عبد الله زياد بلعم عندما قال أن هؤلاء الذين يأتون إلى طرابلس الآن وهم يحاربون لأجل في حرب البركان أتوا ليأخذ أموالهم وحصصهم من المصرف المركزي. الآن يبدو أنهم أخذوا المصرف المركزي ومحافظه معا، فهم أخذوا الجمل بما حمل أو الجمل وال طيب والحادي. نعم طيب أخيرا أستاذ عبد الله، يعني الآن في معرض حديث الأستاذ حبيب لمين ذكر نقطة مهمة أود أن أذهب معك في شكل معمق ومختصر، ألا وهي أن ألم يورط حفتر أمريكا بإدخاله وتحالفه مع الروس إلى ليبيا؟ الآن يعني الروس من جلبهم كما قال أستاذ حبيب ويعلم الجميع من جلبهم حفتر، والآن الولايات المتحدة الأمريكية هي في مواجهة مباشرة مع روسيا. لماذا لا تضع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفعل وهذا الجرم بلسان الأمريكان يعني نصب أعينهم، وأن حليفهم هو الذي جلب لهم عدوهم؟ الموقف الأمريكي من حفتر رغم جلبه لمرتزقة فاغنر والآن قوات رسمية روسية تتبع وزارة الدفاع بعد اغتيال آمر فاغنر بعد تمرده على بوتين، استمرار الموقف الأمريكي الذي لم ينتقد يوما حفتر، لم يشير إليه، ليست هناك أي حتى كلمة عتاب تجاه ما يفعله حفتر في ليبيا. هذا يعني أن الموقف الأمريكي ما زال متمسكا بحفتر، ما زال حفتر يخدم لهم مصالحهم. عدم اتخاذ موقف منه لأنه كما ذكرت ما زالت لديهم مصلحة في حفتر، وأيضا هناك أطراف أخرى لا ترغب أمريكا في وجودها في المشهد السياسي، وتعتقد أنه بغياب حفتر قد تظهر هذه الأطراف السياسية على المشهد، وأقصد هنا تحديدا الجماعات المتشددة الإسلامية التي نعرف أن أمريكا تحاربها، وأيضا سيف القذافي وأنصاره، ونعرف أن موقف أمريكا واضح وهي لا تريد له أي دور سياسي. أيضا سبب آخر لكي لا يرتمي حفتر بالكامل في أحضان روسيا، بمعنى أنه إذا أمريكا نفضت يدها عن حفتر أو بدأت تعلن العداء لحفتر قد يقطع تماما مع أمريكا ومع الدول الغربية ويرتمي في أحضان روسيا، وروسيا دولة عظمى لا يمكن فرض أي عقوبات على حفتر عن طريق مجلس الأمن باعتبار أنه سيكون محمي من روسيا، لا يمكن إحالته إلى الجنائية الدولية، روسيا ستعترض، لا يمكن أن تفرض عليه عقوبات فضلا عن أنه مواطن أمريكي. أيضا حفتر حتى الآن يحسب خطواته بدقة مع روسيا ويرى أنه لم يتجاوز الخطوط الحمراء في علاقته مع روسيا، أي بمعنى أن روسيا مثلا رغم أنها تسيطر على قواعد عسكرية لكنها لم تجلب أسلحة استراتيجية تثير قلق الأمريكان. الأمريكان والغربيين الآن لديهم مناظير مكبرة ويراقبون ما يجري في موانئ الشرق الليبي خاصة ميناء طبرق بعد أحاديث تتداول عن تحويله إلى قاعدة بحرية روسية. هنا بالتأكيد سيكون الموقف الأمريكي مختلف، لكن حتى الآن حفتر بفضل مستشاريه طبعا لا يتجاوز هذه الخطوط الحمراء. نعم أعتذر منك أستاذ عبد الله لانتهاء وقت هذه التغطية، شكرا لك المحلل السياسي والكاتب الصحفي عبد الله الكبير، كنت معي من مصراتة عبر استديوهاتنا من هناك. شكرا لك أستاذ الحبيب لمين وزير الثقافة الأسبق، شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة هذه التغطية. حفظ الله ليبيا ودمتم في أمان الله.